بس يا جماعة إيش حفانه بخيل وخاف يلعوزني. أنت بتاخذها هي ولا بتاخذ أبوها؟ ولا أقولكم يا جماعة توكلت على الله. يلا خلاص خلي المسألة علي أنا. والله يا أبو طبر أنا ما عندي مانع إذا سويلم مرادة من البنت ويبغيها فأهلا وسهلا. يوم بعديك باشر تعالوا يا علشان انت فاهم يا في المهر. بيض الله وجهك يا شحفان، والله ما قصرت وهذا اللي انبغى منك. انا ان شاء الله باشر بامر عليه ها وبنسير عليك ان شاء الله. حياكم الله. ما قصرت. حياكم برخصتك. حياك يا الله. بوصلك ظلام. اي والله بارك الله فيك. ليه تمام لا شباب. حياك الله ابوي. حفظك الله. ها نعم بو طبر عندك. بو طبر انطرش لنا سويلم يخطب بنتك وانا وافقت. والله سويلم ريال طيب وولد حلال ويستاهل. وانا قلت كذي بعد مثلك. هانت يا سويلم هانت. اي والله يا سويلم هانت. كلها دقايق الحين بتشوف طبر هنا. اسمعني لا تحاتي تحرق روحك من هالقليون هذا. اصبر شوي اسمعني. الشحفان هذا يوم تعطيه المهر اللي يطلبه بيوافق على طول. يا جماعه انا مستعد باللي يطلبه. بس بطبر وينه الحين ابي ان شاء الله. انا موجود. يدك على البشارة. يدك وافق. نعم وافق. يلا قوموا سير قوموا سير بس حفان. يلا نتفق على المهر بس. مبروك يا سويلم مبروك. بس متى الدخلة؟ وانت وش حارق قلبك على الدخلة ها؟ عم بعينك قاعد ساكت بس. اسمع يا سويلم ابوي مبروك ومنك العيال ومن هالمال. الغلط سامحني والله اخوي. منك المال ومن هالعيال كله من هذا الدعثور هذا. يا ما كديت انت ما عليك منه. قوم سير معانا بنت شحفان. لا 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 المسائل هذه انا بعدني عنها. وانا بعد ابويا. وانت من كلمك من حاجاك؟ قوم سويلم قوم انا وانت نسير لهم ونتفق على المهر. ها بس يعني بارك الله فيك يا شحفان. 20,000 وايد. لا يا ابو طبر 20,000 على روي ما هو وايد. تدري ليش ما بوايد؟ ليش؟ تعرف حمد بن خلف؟ حمد بن خلف ابو خشمين؟ ايه وصلني فيها 25,000 وما طعت يوزه وفوق بعد 30 تول ذهب. انزين ليش ما طعت يوزه؟ ما صرفني؟ شيء؟ لا انا قلت علشان سويلم زين؟ ايه؟ رفيجنا ها؟ ايه؟ ولد الدار زين؟ سامحتكم 5,000. بس شحفان بارك الله فيك يعني سويلم وراء مصاريف ثانية غير مصاريف المهر. مصاريف ثانية يا ابو طبر؟ انا بعدني ما قلت شروطي لكم. اوهو بعد عندك شروط؟ معلوم. شو شروطك؟ انا ابغي مال الدق وهالطبول هذه كلها ما دانيها وما الخسر كل سويلم يعطيني اياه. اسمعي شحفان انا اول شيء لي اصحابي ولي جماعتي وما يصير عرس سكوتي. اسمع يا سويلم هذه الاشياء كلها ما وراها مصالح. دق وطبول وزمور زين وعفسة سكارة في البيت ويخصمون بالبيت فوق وتحت وهذا زعلان وهذا مدري ايش. هذه كل الاشياء هذه كلها ما دانيها وخسر مدري كم من خيش عيش وكراتين واطحين وقهوة وشكر. وش حق الاشياء هذه؟ انت هذيلة اللي بتعزمهم يا سويلم زين وبتخسر هالمخاسير كلها. بالله عليك حد منهم بيعطيك 5 ربيات؟ بس ما يستوي يا شحفان بارك الله فيك. هذه عرس لابد من الدق والذبايح وهالعشي كله. ايش بالك انت تخبلت يا ابو طبر؟ وادروا العادات هذه عادات قديمه
وهذه المخاسر اللي خسرونا في العرس ما منها فائدة يا ابو طبر. اذا عندك بيزات يا ابوي خلهن حق عقب العرس، خلهن حق اثاث بيتك، لا تصرفون هالمصارف حق المخاسير هذه. العادات هاي القديمة اللي فيها خسر وادروها عنكم. الله الله يا شعفاء، الشاعر قال نعم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. يعني أنت تنهينا عن الخسر نعم. وما تنهي نفسك عن شو سويت أنا؟ شو سويت؟ شو سويت؟ خيب أقول بقول لك شو سويت؟ قول بدل ما تطلب 20,000 أطلب 5,000. ما بكذي عاد يا أبو طبر الله يهديك. انا يعني فيك اتكلم عدل يلا جاوبني. يعني انا اقول لك اللي طلبته انا هذا مثلا على بنتي رويه ما هو بوايد يا ابو طبر، لان رويه هذه جوهره، هذه طبيعيه ما هو بشر البنات. كيف يعني جوهره يا شحفان؟ كيف هذه من استوت ورب خلقها، ما حطت حل وشامبو على راسها ولا شافت بعينها. هذه وحده. بعدين من استوت الى يومك هذا ما تلبست انعال الا كان ها ربما قرحاف صغير مال حطب يمكن يعني. لا مو بهذا يا ابو طبر، اذا الله وفق وخلى سويلم ما شاء الله هذه البنيه بعد بركه كيف هذه ما شاء الله اذا جابت عيال سويلم ما بيصير يشتري حليب من السوق وبيخسر عمره. لا ما شاء الله البنيه روحها حلوب. نعم بتكفي عياله، بترضع عياله، وبترضع عيال الفريج كلهم من اول لين اخر. وهذا مصرف يا سويلم. لا يا ابو طبر مو بهاكذا بعد اللي فيها، فيها شايبه عزينه ما شاء الله عليها التاون، تيب اثنينه اثنينه وكلها اولاد او بنات. اما كذي ظاهر على اما كانت هي بنت ياي وياها، لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى ما خلاها. نعم ها شو قلت يا سويلم؟ شو رايك؟ والله شو اقول لك يا ابو طبر؟ موافق. موافق زين يا ابوي. منك المال ومن هالعيال. زين على شحفان. نعم. انت ان شاء الله علشان نملك. والله انا ما عندي مانع، هاتوا باكر البيزات وياكم، لا تون للبيزات اولا وياكم، وشروطي هذه وياكم. زين؟ ولو من امر باكر الملك انا ما عندي مانع في شيء. يعني اهم شيء البيزات. نعم اهم شيء الفلوس ما في شيء. زين. نعم. ومتى قلت العرس يا سويلم؟ ليلة الخميس إن شاء الله. إي مبروك. الخميس الجاي؟ إي نعم. ما شاء الله من هالبنية الحلوة هذه؟ هاي بنتك روية. بنتي روية؟ ايه بس صدقي ما عرفته. ومن وين هذا اللباس؟ ومن وين هاللباس الزين هذا؟ هذا أمي ما عطتني إياه أبوي. أمك عطتنك إياه؟ حارب تعال. ها من وين هذا اللباس الزين جبتي له؟ زين؟ ووين جبتي بيزات؟ ما حيلك مخفي عني شيء. وحيدك احسن مره في الفريج وهالاشياء وهالخسر وين يا هاللباس الزين؟ ام حارب لقيتي خزينه ما خبرتيني؟ وين لقيتيها؟ ومتى؟ وليش ما قلتي لي؟ وين خبريني يلا بسرعه. صل على النبي بخبرك يا شعفان، انا من تزوجتني للحين كل ما تجيب لي شويه شعير ولا طحين ولا عيش ولا شكر ناكل من شوي ويول شوي، يوم استوي عندي كثر المن وديت السوق وبعته، يوم يتني البيزات وشفت روية حين بتعرس ما هانت علي تدخل على ريتها بثيابها هايج، سرت واشتريت لها ثياب جداد. ها بارك الله فيك وطول الله بعمرك، عزات انك حرمة وحرمة بيت بعد،
والحين زاد حبك في قلبي، وهات اللي ابغى تسويه والبركه فيك. أروية. نعم بوي. الحين انت بتعرسين زين، وبسرين بيت ريلك وبيونك عيال، وابغيت تستوين مثل امك. الله يبارك فيك يا ام خلفان. ويدي وين الدق وين الطبول وين الزمور؟ انا ابو لا ليه ولا معلايه ما اشوف شيء. شو نسوي يا ام خلفان؟ هذه من عند طلبات ابوها العجيبه. وه ابوها كذي سكوتي؟ لا لقمه خبيصه ولا شيء. هو طلب يكون العرس سكوتي ما منا. ايه الله يبارك ان شاء الله. السلام عليكم. الله يبارك. عليكم السلام. يا ابو حارق حياك. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. مبارك يا الخريس. مبروك يا الخريس. مبروك مبروك. ايش عليك شخصك؟ اقول شعفان. نعم. يبا حنتمي لسه من عقب صلاه المغرب وحين باذن العشاء. وين عشاك يبا؟ انا بظني كبدك الدق حين شر الساعه بوم بوم بوم. المعرس مستعيل. الله يهديك. المعرس مستعيل. ايه تعلم هو المعرس. حارب هات عشاهم بوي. يلا ساعدك بوي. لا لا ساعد ولا شيء. ها شين اشك. يلا يلا المكان. يلا هات خف يدك خف يدك. بس 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 بيتفضل تفضل. بس هذا على خير وايد. هذا شيء سمو يلا سمو سمو. كل قال ايش متى يجي انت شحفان؟ نعم بوي. شو هذا؟ هذا اكل ايش فيه؟ الشعير. آخ يا القهر آخ آخ. يوكلنا شعير، شعير يلي ما يخاف الله شعير. انت ما شفت سويلم؟ ما شفت سويلم شلون تغير وجهه وتفشل؟ وانت انا بقعدك صنم قدامي خارس قاعد لي ما تتكلم ما تقول شيء. مقهور مقهور. شو تبغيني اقول من القهر؟ من امس لليوم ما يعني النوم. وش مني مقهور يا ابوي؟ فاتني ذاك الشعير الزين ما اكلت منه. احنا زعلانين وانت بتحسف على ذاك الشعير؟ استهدي بالله استهدي بالله. ما تسمعش ايش يقول يا ابو طلال. استهدي بالله يا ما كديت العتب على شحفان هالبخيل. هذه ما يجدي بشيء. يا في امان الله يا جماعه. وين ساير؟ ساير. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا حضرة القاضي. كيف حالكم؟ الله يعافيك ويسلمك. تفضل استريح. مشكورين. يا الله. اجلس ابوي اجلس. وش في هذا مشقق ثيابه ها؟ والله مثل ما تشوف يا كراني يعني ما بحد احسن من حد يعني. ايش فيه وسلمك الله؟ سلمك الله. هذا ولد زهروبة يوهر هذه جارتنا اللي كانت تعرفها. ايه ويتيم وفقير ومسكين مريض. أيه. وصار لزمان مريض وطال به المرض وفتك به. أيه. ما يشوف شر. وعينا حتى من كل العلاج واليوم رق قلبي عليه وقلت بروح أدور لواحد يكويه. وصلت خير يا حضرة القاضي. نحن عندنا واحد أحسن واحد. ومن هو هذا؟ شحفان القطو. شحفان القطو يعرف يكوي؟ يا سلام. تصدق بالله ان ابو طبر هذا صابه ورم في بطنه شيها وسوى له حلقه بالوسم. سوى له حلقه؟ حلقه فوق بطنه دار ما داير. اذا هذا مرض لصه. لصه بارك الله فيك. واسبوع ولا ابو طبر ما في شيء. ما شاء الله ما شاء الله. ناصر. نعم. سر ابوي ازقر شحفان الله يخليك. والله انا شحفان ما شفته اليوم كلش. كذي؟ ايه؟ هات واحد شاي حق حضره القاضي. ان شاء الله. تراني. اسمع روح ازقر شحفان القطو وقول له في واحد قاسمك وبيعطيك 100 بيه. يلا بسرعه. ما شاء الله ما شاء الله. هذا شيء يفرح يعني ان اصبح واحد في حارتنا يداوي ويعالج ويكوي. لا وبزيدك من الشعر بيت. شوفني انا شوفني ما شاء الله بصحه وعافيه. نعم ما شاء الله ما شاء الله. في سنه من السنين ما شاء الله في سنه من السنين طحت من فوق الدقل وظليت سنه قالت فيها. خبره وين؟ وين الخبره لي ابو وسم؟ ولا وين الخبره لي ابو وسم؟ أكو أكو. يا مرحبا يا مرحبا. هذاك وين الخبره لي ابو وسم؟ هذاك هذاك. انا مستويت عاصم خبايل رشني وحده.
ما شاء الله وين ما شاء الله. هذاك ولا يهمك يا حواك القاضي، رشني وحدة على راسك بس صير اعقل عني واعقل عن الثاني. اقطع يا اللي ما تستحي. انا مش خبلة، انا في كامل عقلي وقواي. المجنون هذا الولد وليس بمجنون وانما قليل معتوه. بس انا لا ما كديت، قال لي هذا ما ادري حسب الاشارة عليك ما كديت، الظاهر باين عليك عقلك عقلك. يا شحفان انا شاورت لك على الاخ بعد حضرة القاضي تشوفه عاقل. ما ادري الله يهديك. زين الحين قوم شوف شغلك انت. سبحان الذي يغير ولا يتغير. يلا قوم شوف شغلك. قم ولا يهمك المسألة فيها 100 ربية. يلا 100 ربية. ايه يلا. اه حضرة القاضي. لا تقول لا قبل المية عند القاضي اغمن مية مالية ما يصير كذي. عندك المية؟ عندي المية. خلاص عيل يلا يا ناصر. نعم. المهم هو يشفى. وين؟ اه تعال ان شاء الله. يا وين انت؟ نعم يا زحب لنا ابوي لحم الضو زين. ايه؟ حط له صخام ان شاء الله. وعندك وسوم تنيني؟ اي عندي. ها ايه عندي. ما سمعنا هاك اليوم ابو طبر. ايه ابوي. ايه؟ يلا ابوي ان شاء الله. هاتم يا سيد شحفان. يلا شفتوا عاد. يا سيد شحفان. نعم. اريد الوسم ان يكون اخر وسم، لانك وصفت لي يعني بالفهم والذكاء ورجاحه العقل. ولا يهمك يا حضره القاضي، رشني وحده على راسي ان شاء الله، وحده كذي وحده كذي تاخذهم الله عقل عني وعنك بإذن الله تعالى. بإذن الله إن شاء الله. أبيبي. يلا يا أبوي. ناصر. أبيبي. أنت خير شفتوا يا أبوي شفتوا. يا بلا. يا أبوي. قم. قم. قم يا ولدي قم. قم أبو لا تخاف. لا تخاف. لا تخاف. لا تخاف. لا تخاف. لا تخاف. واسمه وحده بإذن الله ما ضاع. عليه وايد خبايل أبوي أسمعهم وعقلوا. هني الوجه. هي خلينا أبوي هي حطوا يدي وراه بس. ولا يهمك ولا يهمك. بس اتحمل يا غالبكم. ولا يهمك. شو اسمه يلا يا أبوي. مشفتينه زين ها؟ اي واجعل يا ربي المعفى بسم الله امين. يا ما سوينا في شيء يا ريال. يا ابو طبر طلع يا جماعه. قوموا ودي الدكتور. الله الله هي صاير باسم الخبره وهدوه سووا في قمه خديت ابو طبر سووها. ما هدونا ولا شيء. ما سوينا شيء. هذا مجنون ونهد عنه. ما قدرنا عليه. يا جماعه تروحوا على الخبره بربه ومودي الدكتور. يلا الدكتور. ما مسير دكتور مال فلوس. اسمع دكتور الحكومة بعيد عندنا دكتور هنا قريب. قوم يلا يلا يا جماعة. يلا لا تحطوا يديك على الوسم. لا تحطوا يديكم على الوسم. لا تحطوا يديكم على الوسم. خلاص والله الخبايل يا عسى اخبار يبعد على اخبار يصير في خبالين الهرب. ما تشوف شر ما تشوف شر يا شحفان. خلاص خلاص خلاص. يا الله يا الله بعفوك حرق لي بطني. الله ان شاء الله يحرق لي بطني. هي الدواء لازم حارب لازم حارب ما يصير. هذاك الخبله انا طري الخبله شفان. نعم بنسير يا ابو طلال. لا خرخش بخباتك يبا. ها خرخش بخباتك. حقه هذا اختر مال فلوس. ها حسبي الله على ابليسك. قايل لك اختر مال بيزاك ما تراويني اياه وتبني عند اختر. الله العظيم انا ما انسار وياك كان خلتني هناك. لا ما ابنك ما ديت يا الملعون دختر. انت مال بيزات؟ اي نعم. بس انا انسان فقير مسكين ما عندي بيزات. ليش ما عندي؟ هذا مينون شوي وبعدين اخذ على عقله شوي عقله حبيب. هل يجيك اول فلوس بعدين؟ اول يعالجك ما عليه الفلوس خلاف ما عليه. ايوه ما حط لي شيء يا ابو طبار. حط لك دواء وقطنه. قطنه صغيرون عطل وخلقه زلقه بس. شي تبي عمليه انت؟ ما حط غير زلقه فوق القطنه. زلقه بس مو زلقه لزقه. هي هذه سلكه سلكه. انا لو ادري كذا هذا كان اخذت لي من المطرح قطنه وحطيت تربه بطني بخلق. المهم عطى فلوس. يلا ادفع علي ادفع. ها ادفع الا تدفع. ما ادفع يا ابو طبر. ما ادفع انا. شو ما تدفع انت؟ اسكت الله يهديك.